بعد الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شمال غربي سوريا، نحن الآن بقرية القنية الواقعة بريف جسر الشغور الشمالي غربية إدلب. هذه القرية يقطن فيها عدد من العوائل المسيحية والذين تضرروا نتيجة هذا الزلزال. معي الآن بهاء أم شربل، وهي إحدى الأسر المسيحية القاطنة في هذه القرية. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك يا رب. حكينا عن كيف أموركم وشو الأضرار اللي تعرضتوها نتيجة الزلزال. كنا نايمين الساعة 4:15 الصبح، فقنا الصبح على هزة قوية وبلش البيت يروح فينا. أنا بيتي طابق تاني وجينا صارت هزة قوية، كل ما تزيد جينا نفتح الأبواب ما بينفتحوا ولا باب بالبيت، الركام والحجر والدمار صار علينا. والحمد لله أنا ابني وحيد بعد 8 سنوات اجاني طفل واسمه شربل، والله يخلي اولاد العالم اجمعين يا رب. ونحن نجينا من الموت وكل البيت طب علينا، ما في محل نطلع منه. بقوه ربنا خلعنا الباب وطلعنا بعجوبه من البيت، طلعنا من البيت البنايه كلها تسقطت فينا والحمد لله طلعنا بخير. وين هلا حاليا قاعدين؟ وين يعني ساكنين؟ نحن باركين بالمخيم، رحنا ما بنعرف وين بدنا نروح، باركين بمخيم اسمه أهل العز واستقبلونا بكل صدر رحب. ونحن باركين 5 عيال باركين بفرد خيمة، نتمنى بس ما بدنا لا أكل ولا شرب، نتمنى بس مأوى نتقاوى. بزلزال الثاني من أسبوع من يوم كمان ضربنا زلزال تاني، كان في بيوت واقفة في ضيعتنا القنية كلها تدمرت وخربت بيوت العالم، طلعنا تاني مرة من تحت الأنقاض. نشكر الله ونحمده أنه نحن بخير. كم عائلة مسيحية تعرضوا لأضرار مثل حضرتكم؟ شو هي أهم احتياجاتكم بالوقت الحالي؟ كل جماعتنا المسيحية، كل سكان في القنية كلها راحت بيوتها، 99% كل من جماعتنا المسيحية كلها راحت بيوتها، ما في حدا بيته واقف، كل البيوت في الأرض. نتمنى مثلا مأوى، نتمنى خيام، بهالوضع ما حدا عم يحسن بيبرك في بيته لأنه ولا بيت ما في صاغ، كل القنية متدمرة. نتمنى بس مأوى نبرك فيه، خيمة تحت خيمة، ما بدنا سقف، بدنا خيمة نبرك فيها. وصلتكم مساعدات من بداية الزلزال لهلا؟ في مساعدات تقدمت لكم مثل مواد غذائية، مواد تدفئة، خيام؟ خيام ما تقدم لنا، تدفئة بالمخيم اجانا مرتين بارين، وهون اجتنا مساعدات فرشات وحرامات ومواد غذائية مرة. يعطيك العافية والحمد لله. أهلا وسهلا فيكم، الله يسلمك يا رب. إذا كما سمعنا مشاهدينا، هنالك العديد من العوائل المسيحية الذين تضرروا نتيجة هذا الزلزال المدمر الذي شهدته مناطق شمال غربي سوريا، والهزة الارتدادية القوية التي حصلت منذ يومين والتي كانت بمقدار 6.3 على مقياس ريختر، بحاجة إلى مساعدة وتأمين مأوى لهذه الأسر والعوائل المتضررة. جمعة أحمد حلب، اليوم ريف وإدلب.